خصنا نهضوا مع المواطن في الحقيقه. وإلا قلتوا الفلاح ما تاكسبورتيش لي طوماط ديالك، لان علاش كيبيع عليك هو بديك جوج دراهم دابا ولا ثلاثه في السوق لهذا؟ لان على براك كتوصل انو ادمي واحد 15 درهم ولا 20 درهم باش كيبيع. وهذاك الشيء باش كيدير التوازن ديالو. وخصنا نفهموا بانه المدخلات اللي كيدخل لنا البذور ولا اليوغي ولا يعني لازوت ولا واحد العدد ديال لي برودوي اللي كيدخلوا في سميتو ولا لي بلون، كلهم كاين اللي تضرب في جوج، كاين اللي تضرب في ثلاثه، كاين اللي تضرب في اربعه. مطيشه الا كان الكتار كان كيسوى 40 مليون باش تيكيبي باش يعطيك مطيشه، اليوم كيسوى 70 مليون. دونك هذه كلها تكلفه على سميتو. هذا طلبنا مجهودات من عند الفلاح هاد السنه اللي فاتت، قلنا لهم واحد 15 يوم غادي تصبوا معنا باش يطيح السوق، واخا يعني مطيشه قليله لان كاين البرد، وتفاعلوا معنا ايجابيا، تفاعلوا معنا ايجابيا. ولكن هذا ليس بحل يعني شامل. والاخوان اللي كيقول لك بانه كان اكسبورتي يعني الماء والاكسبورتاسيون ما مزياناش وهذا، انا عطيتكم واحد المثل علاش الاكسبورتاسيون خصها تكون، لان الا ما كانتش ما غاديش يفلحوا، ما غاديش تكون مطيشه كاع. دونك باش نكونوا مهنيين، دونك خصنا نلقاو لهم التوازنات باش يمكن يشتغلوا. ونعطيكم في لو سالون ديال لاغريكولتور بمناسبه كنهني السيد وزير الفلاحه على النجاح ديالو، لان تقريبا 930 الف فيزيتور اللي كانوا، وكان في واحد المستوى اللي هو عالي. كان العرض ديال لا بنك مونديال. لا بنك مونديال كتقول لك اودي انتوما في لي زيكسبورتاسيون ديالكم كتاكسبورتيو تقريبا مليار و800 مليون ديال المتر مكعب ديال الماء، ولكن هادوك المنتوجات اللي كتجيبو من الخارج اللي هما السكر والزيت اللي تكلمتي عليهم والقمح، كتعرف ديال السياسه كتمشي غير لهذوك اللي ما يمكنش نديروهم هنا. انا نقول لك علاش لا كديرها دائما السي، كديرها دائما. قلت لك هاد ثلاثه ديال هاد ثلاثه ديال لي برودوي، واحد لي برودوي اللي كنجيبو من الخارج كنجيبو 20 مليار ديال المتر مكعب، كنجيبو جوج كنصدو جوج وكنجيبو 10. لو رابور إلو دو 10، الاقتصاد عندنا في الماء 10. اعطيني 20 مليار ديال الماء في العام وندير لك هادشي كله. واش فهمتي علاش ما كنديروش سميتو؟ لانه الا ما درتش القمح اولا ما كيجيبش لو فوني الفلاح، ونزيدك وفي التحليل ديالهم كذلك انه المنتوجات اللي كنصدوا عندهم تثمين 8 فوا بلوس كو داكشي اللي كنجيبو من الخارج، لا فالوريزاسيون ديالهم اللي 8 فوا بلوس باسكو سي دو فورت فالور اجوتي. انا ما يمكنش ليا نبقى نقول الفلاح خاصك تدير الحبوب وديهم دون تيل كونديسيون وما عندوش الماء وما كاينش الشتاء والصيف ولا مبكر كيجي في ولا كيجي الصيف ولا كيجي دابا في مارس وافريل، راك شفتوا الحراره اللي عايشين فيها حنا الان.